موجود معاكم داخل مطبخ فاست برجر. الحين بتشوفوا البرجر من ما هو لحم، يعني هم تو الحين مسوينه، هتشوفوه بنشوي على الفحم، مش محطوط على صاج ولا اي حاجه، ودي الميزه حقتهم. نسيبه ياخذ وقته على الاخر. اهلا وسهلا متابعينا، معاكم عزام مره ثانيه كريف فينشر. المره دي جايكم من مطعم مختلف تماما، كل حاجه فيه اوكي. ممكن انتم تشوفوها في الاول عاديه جدا، يمكن انتم فاكرين نفسكم متعودين على الوجبات دي او على الايتمز دي، لكن صدقوني كل حاجه مختلفه. المطعم اسمه فاست برجر. سيبكم المقدمات الروتينيه والحاجات دي، خلينا نبدا طوالي وندخل في الشغل الجامد جدا جدا جدا. الخبز واللحم ده صراحة أنا ما شفته في مكان ثاني. تشيتوس هوت دوغ، يعني ده التشيتوس كده من فوق، بدل ما نضيع منه أي حاجة، على هوت دوغ من جوا، حاجة لعشاق الهوت دوغ. تخيلوا مكروني اند تشيز بولز، دي ما محتاجه لها شوكه ولا حاجه، تمسكها كذا. شوف 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 احساس الواحد ممكن ينوم. اذكركم مره ثانيه اسمهم فاست برجر، كل المنيو بتاعهم موجود على كريف اب. خذوا التشيز ده.